السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في المادة بتاعتنا اليوم، نبدأ موضوع آخر موضوع في الفصل هذا، اللي هو موضوع مواد السيراميكس، اللي هما تشابترز 12 و13 من كتاب كاليستر. المواضيع اللي حنغطيها إن شاء الله هي موضوع الستركتشرز بتاعت السيراميكس، الفيز دايجرامز اوف سيراميكس طبعاً، ميكانيكال بروبرتيز، تايبس اند ابليكيشنز، اند فابريكيشن اند ذا بروسيسنج اوف سيراميك ماتيريالز. شابتر 12 تحديداً سنتحدث فيه عن الستركتشرز اند بروبرتيز اوف سيراميكس. سبيسيفيكلي we will be talking about the structures of ceramic materials, how do they differ from those of metals, the point defects, how are they different from those in metals, لأنه احنا تحدثنا عن metals سابقا كثير, the impurities and the mechanical properties of these ceramic materials. الآن في الجدول الدوري بنشوف انه الceramic materials زي ما عرفناها زمان, these are compounds مركبة من metal و non-metal, mostly ionic. Some of them have covalent bonds. Chapter 2 موجود, أنا ما شرحته بس كانت موجودة وش أعطيتكم كمان ضيف فيها, اللي هو the percent ionic character increases with difference in electronegativity. وبعض الceramic materials بيكون فيها صفات الايونيك بوندينج وصفات الكوفالنت بوندينج. بامكاننا نحسب طبعا قديش نسبه الكوفالنسي قديش نسبه الايونيك بوند فيها. فمثلا اذا اخذنا الكالسيوم فلورايد, الفرق بالالكترونيجاتيفيتي هاي واحد, هاي اربعه, الفرق كبير, وبالتالي موستلي ذس ويل بي ايونيك. بينما بالسيليكون كاربايد 1.8 2.5 الالكترونيجاتيفيتي قريبه من بعض, فبنتوقع انه الايونيك بوندينج يكون فيه قليل, وبالتالي بصير most likely this is mostly covalently bonded and this is most likely ionically bonded. The crystal structures هو بجوز الشيء اللي بيميز موضوع السيراميكس. إذا أخذنا الأوكسايد ستركتشرز, لما نحكي أوكسايد ميتال أوكسايد زي مثلا أيرون أوكسايد, ألومنيوم أوكسايد, كابر أوكسايد and so forth, الأكسجين بيكون هو الأنيون and it is much larger than the metal cation. Usually they will have close packed oxygen in a lattice, usually FCC structure. يعني الأكسجين بيكون جاي كأنه FCC وبيناتو جاي الكاتيونز, كاتيونز in the holes of the oxygen lattice. هنشوفها بعد شوي صغيرة بصور أو بسكتشات. Site selection, السايت المقصود فيه أماكن تواجد الأيونات, وين بدهم يكونوا بالنسبة للكريستال structure. Which sites will cations occupy? This will depend on the size, the stoichiometry, the hybridization, the bond hybridization. And the size of sites, does the cation fit in the site? The site المقصود فيه اللي بين الانيونز. تذكر انه الكاتيون والانيون كل واحد له radius, له size. وبالتالي size بحدد اذا مثلا بده يجي في الاوكتاهيدرال locations ولا بالتتراهيدرال locations. اذا تتذكروا كان في مسألة اعطيتكم اياها فضيفة في chapter 3, locations اللي بين الاتومز, اللي هو interstitial sites بالBCC والinterstitial sites بالFCC مختلف كمقاس, وبالتالي بصير some cations will prefer يجوا بالstructure تاع الFCC وسع أكثر أو أقل, أو الBCC وسع أكبر أو أقل. موضوع الستوكيمتري كمان, if all of one type of site is full, the remainder have to go into other types of sites. بمعنى أنه في بعض الميتالز مثلا ميتال أيونز مثل كاتيونز بفضل انه يجي بالتتراهيدرون سايتس او مثلا بالاكتاهيدرون سايتس. فاذا كان اكتاهيدرون سايتس فول بجدو ساعتها يعني يلاقي له مكان اخر تو فيت انتو. والبوند هايبريدايزيشن له علاقه بالكوفالنسي قديش نسبتها في الماده. نيجي نناقشهم واحد واحد الان. نيجي موضوع السايز. في مثلا البوزيتيف ايون هون
أصغر من هون، يعني هون أكبر أصغر أصغر، الأنيون ثابت. الآن هذا النظام بيكون الكاتيون is very small، ما في وساع، وبالتالي بيكون unstable. إذا كان touching with the anions it is stable and it is stable. هون طبعا complete touching، الأنيونز are touching each other والكاتيون is touching everything else. هون الكاتيون is touching the anions while the anions are not touching each other. Still stable. في كمان نقطة مهمة في موضوع الأيونيك bonding، لازم يكون في charge neutrality. مثلا الكالسيوم الفلورايد، الكالسيوم عليه 2 positive charges، وبالتالي شيء طبيعي يشبك مع 2 فلورين، لأن كل فلورين عليه 1 negative 1 negative، وبالتالي الكيميكال فورميلا هاي والستركتر ان 3D الكريستال ستركتر حيكون بهذا الشكل، كل واحد كالسيوم فيه مقابله 2 فلورين ايونز. نت تشارج ان ذا ستركتر شود بي زيرو، لان الجنرال فورم الكيميكال فورمات للايونيك كومباوندز او الماتيريالز، او مش للايونيك عفوا للسيراميك ماتيريالز، بده يكون عندي انايون كاتايون بير او كاتايون انايون بير، والام والبي ديتيرمند باي تشارجد عفوا تشارج نيوتراليتي. فلو كان هاي الاي هي كالسيوم بالاكس هي الاف، ساعتها الام تساوي 1 والبي تساوي 2. يجي موضوع الكوردينيشن نمبر اند ايونيك راديي. الكوردينيشن نمبر ناقشناه في بدايه الفصل، عرفناه هو عدد النيرست نيبرز، نمبر اوف نيرست نيبرز. هلا بالايونيك كومباوندز الكوردينيشن نمبر بيزيد، it increases with the ratio of the radius of the cation with respect to the radius of the anion. اوكي، ان هذا الريشيو ممكن بامكانه نحسبه. يعني مثلا خذ على سبيل المثال الكالسيوم NaCl، NaCl بتجيب الريديوس تاع Na، بتجيب الريديوس تاع Cl، بتطلع الريشيو تاعهم. بناء على الريشيو هذا بإمكانك تعمل prediction كيف الكريستال ستراكشر اللي هو most likely this material will be formed into. الآن في عام في حسابات بتصير عشان نطلع الرينج هذا. هذه الرينج بمعنى كيف، يعني مثلا 0.155 إلى 0.225 إذا كان هذا الratio is within this range، بكون الكريستال ستراكشر بهذا الشكل، ثلاثة أنيونز وفي بيناتهم بالفراغ الصغير اللي هو الكاتيون، هذا بنسميه تريانجولر. هلا هذا مش شائع كثير بس موجود. يعني مثلا الزنك بلند اللي هو زنك سلفايد، هذا شكله بيجي بهذا الشكل. هلا في المقابل إذا كان الراتيو of the cation to anion radii within these two numbers between 0.225 and 0.414 بيكون ال coordination number يساوي 4 والكريستال structure، عفوا أنا غلطت قبل شوي صغيري، الكريستال structure بيكون هذا اللي هو what we call ال tetrahedron structure. ال tetrahedron structure هي تبين هون الكلام اللي حكيته قبل شوي للثلاثة مع السكتش لإلها. اوكي، هذا السكتش للتتراهيدرون شكيت فيها بس الواحد عم بيسجل على وجهه الصبح يعني الحمد لله. طيب منتابع، اذا كان عندي الريشيو از وذين ذيس تو فاليوز بكون الكوردينيشن نمبر 6. الستة زي هذا النظام ال NaCl كريستال ستراكشر، والأخضر هو الكالسيوم والأزرق هو الصوديوم. اللي بعده اللي هو 0.732 to 1 range، بكون هون coordination number is 8. It is cubic، وهذا النظام اللي هو بسموه عادة سيزيوم كلورايد structure حتى لو المادة مش سيزيوم كلورايد. كيف يعني مثلا coordination number 8؟ هذا لأنه سهل نشوفه، هاي ذرة السيزيوم، لاحظوا هي على نفس المسافة من الكورنرات تاعت الكيوب، وبالتالي بصير coordination number لها يساوي 8. وإذا حسبنا إذا كانوا everything is touching each other، حاعطيكوا مسألة فيها exercise على هاي. You can show إذا كان cesium is touching all the chlorine in the corners، بيطلع
الرادييزد الكاتيونز تو ذا انيونز بغض النظر عن نوع المادي هو 0.732 اذا تاتشينج. طب هل ان ريال لايف مش بالضروره يكون تاتشينج؟ فاذا كان سم الكاتيون تو انيون رادياس ريشيو، اذا كان مثلا افترض كان طلع 0.9 على سبيل المثال، نصير احنا وي بريدكت انه الكريستال ستراكشر يكون شبيه بهذا، يعني هذا الشكل. فهي الطريقه لاكتشاف الكريستال ستراكشر من الايونيك رادياي ريشيو بين ذا كاتيونز اند ذا انيونز. في عندنا موقعين التتراهيدرا للايونات للكاتيونز تحديدا، التتراهيدرا لوكيشن اللي هو بيكون قاعدي مثلثي، وهاي راس المثلث هذا التتراهيدرا ستراكشر. في عندي اتومز على الكورنرات، اوكي انا بالرسم هون بالماوس صار ارسمها اوكي، وبعدين في وسط البادي في واحده اللي هي الدوائر الزرقاء هون، هذا التتراهيدرا. الاوكتاهيدرا ستراكشر بيجي يعني مثلا اذا اخذنا الصوديوم ايون هون اوكي، جاي في وسط البودي اللي جاي بهالشكل هذا، ونخذ هذا المربع وبصير عندي هرم رباعي مش هرم ثلاثي، هذا هرم ثلاثي، ثلاثي يعني قاعده القاعده تاعته مثلث، بينما اللي رسمته الان هون هرم القاعده تاعته مربع. وبالتالي قديش الكوردينيشن نمبر للصوديوم؟ عندي الأربعة كلورين هون، واحد كلور فوق والكلور التحتاني، هذا إذن صار what we call coordination number of six. والصوديوم جاي في الأكتاهيدرن location اللي هو في وسط ستة ions. طيب how do we determine the minimum R cation to R anion ratio؟ okay. لاحظوا المينيموم اللي هو اذا بنطلع هون المينيموم لكل كوردينيشن نمبر اللي هو الرقم الاولاني، فالمينيموم ريشيو فور ذا كاتيون تو انيون ريشيو المينيموم 0.414 للكوردينيشن نمبر اوف 6 اللي هو لما بكون everything is touching each other اللي هو الان هون بدنا to show it. okay. مش واضح الرسم هاي، بس اذا اخذنا هرم رباعي هاي نرسم لنا رسمة هيك على السريع لأغراض التوضيح، هاي القاعدة المربعة، وهون عندي الأتوم اللي فوق هاي، الآن هاي الآن المسافات هاي نفسها، أوكي، هيكون في عندي هذا الكاتيون، وهون عندي آنيون 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 آنيون. الآن في عندي كمان آنين كم واحد هون، إذا بدي أكمل المربع اللي فوق القاعدة اللي فوق، في عندي هون آنيون. في حالة التاتشينج this anion is going to be touching this cation is going to be touching that anion. I will leave this for you as an exercise. You can show إنه الكاتيون to anion radial ratio is going to be equal to 0.414. طيب عفوا هذا مش الكاتيون، الكاتيون حيكون هون، هاي البوزيتيف وهذول نيجاتيف 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 نيجاتيف، وهي نيجاتيف في واحد والثاني تحته نيجاتيف. وبالتالي احنا حناخذ المربع هذا اوكي، everything will be touching each other's one، يعني this anion is touching that anion، وهذا الكاتيون بالفراغ اللي بيناتهم زي ما احنا شايفين في الرسم. طيب I will leave this for you as an exercise. هذا جدول بيعمل summary شبيه بالسمري اللي شفناه هون، هاي السمري اللي هون، هاي السمري اللي هون الان بس بشكل مرتب اكثر، هذا الجدول من نفس الكتاب وبيعطيني الشكل تاع الكريستال كيف حيكون. طبعا you can extend this in three dimensions. موضوع الاستويكيومتري، تذكروا احنا قبل شوي صغير كنا نتحدث انه وين بده يجي الكاتيون بالنسبه للانيون، قلنا السايز اللي هو انيون تو كاتيون رادييز. بعدين موضوع الاستويكيومتري، الاستويكيومتري if all
of one type of site is full, the remainder have to go into other types of sites. The sites اللي هم وين الكاتيون بيحب يكون؟ هل بيحب يكون في الأكتاهيدرون سايتس ولا في التتراهيدرون سايتس؟ هلا خذ على سبيل المثال، إذا كان عندي FCC unit هيكون فيها 4 أكتاهيدرون سايتس و8 تتراهيدرون سايتس. هلا if for a specific ceramic each unit cell has 6 cations، عندي 6 كاتيونات والكاتيونز كانت preferring OH اللي هو الأكتاهيدرون سايتس، أنا عندي 6 الأكتاهيدرون سايتس هم 4 بالFCC unit، 4 will be occupied، ضل عندي 2 وين بدهم يروحوا؟ ساعتها بدهم يروحوا يعبوا تتراهيدرون سايتس. هذا هو المقصود في موضوع الاستوكيومتري. البوند هايبريدايزيشن اللي هو موضوع قديش نسبة الكوفيلنت بوندينج بالنسبة للايونيك بوندينج. سيجنيفيكانت كوفيلنت بوندينج بتأثر على موضوع الكريستال ستراكشر. هون the hybrid orbitals can have impact if significant covalent bond character are present. في بعض الأحيان بتكون الكوفيلنت بوند نسبتها عالية لدرجة إنه هي اللي بتحكم الكريستال ستراكشر وليس موضوع مين كبير ومين صغير بالنسبة للأيونات. For example, silicon carbide, that's IC. الالكترونيجاتيفيتي للسيليكون is 1.8. الالكترونيجاتيفيتي للكربون is 2.5. من وين جبناهم؟ هي كان عندنا في chapter 2 هذا الجزء من الجدول الدوري بعطيني الالكترونيجاتيفيتي للمواد. فمثلا لاحظ هاي الكربون وهاي السيليكون، هاي 2.5 وهاي 1.8. نرجع للإكزامبل تاعنا. الآن هاي المعادلة اللي أمامنا الآن هون جاء من chapter 2 يعني مش من خارج الكتاب. equation 2.10 page 33 من الكتاب تاعنا بتعطيني percent ionic character of the bond. بلزمني عشان استخدمها الالكترونيجاتيفيتي للان للتو elements اللي بشكله المركب، مش انايون كاتايون لسه، ما يعني هذول مواد بشكل مركب. وبالتالي بنحط محل الاس اي الاكس بتاعت الاس اي اللي هي 1.8 ونحط محل هاي 2.5 بيجيبوا لك بيطلع نيجاتيف نمبر. ما هو بدك تربع النيجاتيف بروح، وبالتالي في دو ذا كالكوليشنز رايت بيطلع 11.5 يعني حوالي 12% او 11%. فاذا الايونيك كاركتر اوف ذس ماتيريال حوالي 11-12%، معناها الباقي 89% از كوفيلنت بوندينج. وبالتالي بصير السيليكون كاربايد اللي بحكم الشكل تاعه ليس الايونيك كاركتر تاعته وانما الهايبريدايزيشن، بصير SP3. وبالتالي بصير therefore in SiC اللي هو سيليكون كاربايد مواقع الاتومز بتكون بالنسبه لبعضهم بالتتراهيدرون سايتس وليس في الاكتاهيدرون سايتس. طيب predicting the structure of FeO اللي هو الايرون oxide. On the basis of ionic radii, what crystal structure would you predict for FeO? ماشي. فروح بجيب الionic radius للحديد Fe2 plus، لأن هذا 2 plus 2 minus. مش بأخذ تاعت Fe3، لأن الحديد له 2 types of ions. دك تختار الايون المضبوط. الionic radius of Fe2 positive is 0.077 nanometer. للأكسجين نفس الشيء is 0.140. الآن بحط الريشو للكاتيون to the anion 0.077 على 0.140 بطلع 0.55. لاحظوا 0.55 جاي بين ال 414 وال 732. نرجع للجدول، هذا الجدول وين جاي الرقم اللي بدنا نطلع عليه؟ قديش كان 0.550. هاي أوبس 550. الآن 0.550 وين جاي بهالأرقام اللي هاي؟ جاي في الرينج هذا. وبالتالي بنتوقع إذن إنه ال FeO الأيرون أوكسيد يكون له coordination number of 6، وبالتالي هذا هو الكريستال structure هيكون بهذا الشكل. أوكي. Based on this ratio, coordination number حيكون 6 والـ structure هو نفس الـ structure تاع الـ NaCl، لأنه هذا هو الـ octahedron
او الاوكتاهيدرون ستراكشر اللي هو بيعطيني كوردينيشن نمبر اوف 6. هذا هو الان اي سي ال كريستال ستراكشر، شفتوه كثير هذا بايام المدرسه. اوكي، بيكون عندك انايون كاتايون انايون كاتايون ان اول 3 دايمنشنز. بامكاننا برضو تو اكسرسايز اجين، هاي عندنا الصوديوم كلورايد، هاي الايونيك راديوس للصوديوم ايون للكلورين ايون، هاي المفروض يكون عندنا نيجاتيف هون بوزيتيف. اذا تاخذ الريشيو تاع 0.564 برضه جاي ويذين الرينج هذا، وبالتالي كاتايونز بريفير تو بي ان ذا او اتش سايتس، الكاتايونز اللي هم الطابه الحمراء هون، وهذا بالفعل هو الاوكتاهيدرون سايتس. والحديد الاكسجين الايرون اوكسايد برضه نفس الشيء بيصير، الايرون بيكون في هذا المكان والاكسجين محل الكلور. Other materials that crystallize in this fashion, MgO, FeO, كان عندنا example for you, also have what we call the NaCl structure. MgO 0.514, برضو نفس الشيء between this and cation would prefer OH sites. Okay. هلا كثير من المواد بتكون بشكل FeO, MgO، يعني عندي 1:1. الكاتيون تو انايون ريشيوز ار كعدد واحد لواحد، هذول بنسميهم اي اكس كريستال ستراكشرز. اي اكس تايب كريستال ستراكشرز انكلود ان اي سي ال، سيزيوم كلورايد، زنك بلنت اند سو فورث. سيزيوم كلورايد مثلا هذا له هذا الشكل، شكله مكعب. اذا بنطلع على الريشيو للسيزيوم تو ذا كلورين بيطلع 0.939. في الجدول هذا جاي ضمن الرينج 0.732 to 1، وبالتالي بنتوقع انه يكون عندي الاسم اللي سميناه في الجدول او سموه في الجدول سموه كيوبيك. فاذا جاء هو في الكيوبيك سايتس بريفيرد، كيوبيك يعني جاي في وسط البادي. اوكي، وبالتالي سيزيوم ويل هاف 8 نيبرينج كلورينز. هاي السيزيوم هون والطبقات الخضراء هاي هي الكلورين. طيب another example for the AX crystal structure اللي هو يسمى الزنك بلند او اللي هو زنك سلفايد. اوكي، هذا هو، هذا بس له اسم صناعي بسموه زنك بلند. طيب هلا زنك بلند اذا بناخذ الريشيو للكاتيون تو انايون بيطلع 529. هلا حسب 529 المفروض احنا بنتوقع يكون شكله مش هيك، يكون زي ال NaCl، لكن هون لاحظوا الشكل هذا مش زي، ليس مثل ال NaCl او الروك سولت كريستال ستراكشر. هذا في الزنك جاي في التتراهيدرون سايتس اللي هم بين على سبيل المثال هذا الزنك جاي بين هات نشوف بين واحد اوكي وهذا اوكي هذول اثنين ثلاثة هلا جاي في وسط التتراهيدرون اللي انا رسمته الان. ونفس الشيء بالنسبه للزنك اللي موجود هون او هون او هون، ترى هذول الاربعه كامل، الازرق هذا والازرق هذا والزنك هذا والزنك، ترى كلهم جوا المكعب، لان العين بتنخدع انه يظن الظان انه هذا جاي على الحفه هون، هذا لا مو جاي على الحفه، هذا جاي جوا زي ما هذا مبين كانه جاي على الحفه الخلفيه، لكن لا هو جاي جوا التيوب. الآن حسب ما نتوقع يكون زنك بلند يطلع زي الصوديوم كلورايد واقع بسبب الريشو هذا، بس هو مش مثله، أخذ تتراهيدرون سايتس بسبب إنه الأيونيك كاركتر أوف ذا بوند ضعيفة، وبالتالي صار الكوفالنسي هي اللي عم تتحكم فيه اللي هو الهايبريدايزيشن، بوندينج هايبريدايزيشن فيفرز التتراهيدرون سايتس. هلا لاحظوا غيرنا، بدل AX صار عندي AX2. اوكي AX2 زي مثلا الفلورايت ستراكشر اللي هو زي الكالسيوم فلورايد، 1 بوزيتيف عفوا 1 كاتايون 2 انايونز، هذا هو الكاتايون، هذا عباره عن الانايون. ف AX2 مثال عليها الكالسيوم فلورايد كاتايونز ان ذا كيوبيك سايتس. اذا هاي كلها تعتبر 1 يونت سيل. فاذا سالتكم سؤال كم كالسيوم موجود عندي وكم فلورين، هلا الكالسيوم سهل نعدهم، هاي واحدة ثنتين ثلاثة هاي أربعة. أوكي، والعين بتنخدع،
هذا الكالسيوم وهذا الكالسيوم وهذا الكالسيوم وهذا كلهم جوا اليونيتسيل، ما في إشي على الحفري كما يعني العين بتنخدع. والرسم هذا حتى إذا بنطلع فوق الخطوط المقطعة مرسومة هاي عشان بس تبين لك وين هذا الكالسيوم موجود. هذا الكالسيوم موجود في إذا قسمنا اليونت سيل هاي إلى 8 كيوبات صغار، 4 تحت و4 فوق، هذا الكالسيوم جاي في المكعب الصغير اللي فوق على اليمين بارز من الشاشة، هذا جاي فوق على اليسار ورا الشاشة، هذا جاي على اليمين تحت ورا الشاشة، هذا جاي على اليسار تحت أمام الشاشة. كاتيونز إن كيوبيك سايتس، أمثلة على مواد بتتشكل زي الكالسيوم فلورايد اللي هو زي مثلا زيركونيوم أوكسايد، يورانيوم أوكسايد and so forth. في شيء بيسموه anti fluorite structure. الكاتيونز والانيونز بنغير يعني بيصير بالريفرس لوكيشنز، يعني بدل ما يكون هذا فلورين بيكون هو الكالسيوم وهذا بيكون هو الفلورين. السؤال اللي طرحته قبل شويه صغيري، عدد الكالسيوم في هذا الستركتشر 4 كالسيوم ايونز. الان اكسرسايز لكم، هاو ماني فلورين ايونز ار ذير؟ اوكي فايند اوت. هلا في مور كريستال ستراكشرز للسيراميكس، في شيء بسموه ABX3 زي مثلا الباريوم تايتانيت، 1 باريوم 1 تايتانيوم 3 اكسجين. الباريوم تايتانيت لاحظوا الباريوم عفوا التيتانيوم الاخضر واحد في النص، الباريوم اللي هو على الكورنرات اللون الليلكي هذا، والاكسجين اللون احمر على وسط الفيسز اوف ذيس كيوب. هاي الرسمه اللي امامنا از 1 يونت سيل. على فكرة مش مضبوطة 100% بس فيش مجال نقعد نوضح فيها زيادة هذا الحكي. التيتانيوم بيكون شوي صغير لفوق والأكسجين كلهم شوي صغير لتحت، وهذا بيخلي مثل هيك مادة يطلع فيها دايبول وإلها استخدامات يعني هائلة بسبب الدايبول اللي موجود فيها. إنه اسم صناعي بيسموه بيروفسكايت. يجي للميكانيكال بروبرتيز of ceramics. We know that ceramics are more brittle than metals. ليش are more brittle؟ بسبب الطريقة اللي بصير فيها deformation في ال slippage along slip planes اللي بتعطي المرونة للميتالز، هاي مش موجودة عندنا بالسيراميكس. In ionic solids slippage is very difficult. والslipping هو اللي بيخلي المادة تقدر تطعج معنا، وبالتالي الceramics بتعجش لأنه ما بتعجش بصير brittle. Too much energy needed to move one anion past another anion. هلا إذا بتتذكروا في chapter 3 كنا نحسب density بناء على the structure. هو نفس الشيء، بناء على the structure بإمكاني أحسب density. density عبارة عن إيش؟ mass على volume. density يعني بترجع على the basics. mass على volume. هاي الماس على الفوليوم. أنهي فوليوم؟ بالنسبة لنا لما نتحدث عن كريستال ستركتشر، خذ الفوليوم لليونت سيل وطلع الماس للأيونات اللي موجودة في اليونت سيل. أوكي؟ هاي المعادلة اللي كانت نطبقها زي ما أنتم تعلمتوا كيف تطبقوها لما يكون عندك مش أيونيك ماتيريال زي الميتالز مثلا. اللهم لأنه صار في عندي الآن كاتيونز وعندي آنيونز، بدك تحسب حسابهم لأنه مش نفس المقاسات ونفس مش نفس الأتوميك ويت. فبالتالي في برضو مسألة في اكسرسايز لكم آخر الشابتر هذا بعطيكم مسائل تتدربوا عليها. طيب من المواد المشهورة في السيراميك ماتيريالز مادة what we call silicate. السيليكات من أشهر المواد اللي موجودة. طبعا لما نحكي سيليكات بيكون فيه سيليكون وأكسجين معه SiO4. هلا له 4 أو 5 أشكال هذه السيليكات. هذا واحد من الأشكال تاعه اللي هو الكريستوبالايت. السيليكا اللي هو SiO2، يعني السيليكات هاي بتيجي SiO2 SiO3 SiO4 S2O5 إلى آخره. في 4 أو 5 أشكال لهم. الكوارتز من المشاهير الكريستوبالايت هذا الستركتشر تاعه كلادامايت نفس الشيء. The strong SiO bond leads to a strong and high melting point للسيليكات 1710. لاحظوا الحديد مثلا ميلت على 1500
هذا 1700، هذا يعني طبعا بقودنا انه واحد من الاستخدامات الرئيسيه للسيراميك ماتيريالز هي بالريفراكتوريز وفي البوتقات اللي بنصهر فيها المواد، طبعا تكون درجه حراره الانصهار اقل من انصهار السيراميك. السيليكا بتيجي، ممكن تيجي كريستالين، ممكن تيجي امورفس. هذا الشكل اللي امامنا از امورفس سيليكا. هذا الامورفس سيليكا له اسم تجاري بسموها سيليكا جيل. اوكي، السيليكا جيل مثال على، هو مثال على الامورفس سيليكا، مش كل سيليكا تطلع سيليكا جيل، هذه واحده منهم. لها لارج سيرفيس اريا، اكثر من 200 متر مربع للجرام، وبالتالي لانها كمان انيرت ماتيريال، لانها الميلتنج بوينت تاعتها مرتفعه، بيستخدموها كثير ككاتاليست سبورت، بيركبوا عليها كاتاليست كونه بتتحمل ظروف تشغيليه قاسيه، بالذات موضوع تحمل الحراره عالي، وبنفس الوقت هو انيرت ماتيريال، وبالتالي لا بيشارك بالتفاعل، بيتحمل حراره، وبالتالي يركب عليه الكاتاليست. سيليكا جلاس، it is dense form of amorphous silica. السيليكا جلاس اللي احنا بنعرفه اللي هو الزجاج التجاري، العبوات الزجاجية مش البلاستيك بتاعت المشروبات مثلا، بتكون سيليكا جلاس. طيب نعدي، هاي مثلا من الأشكال بتاعت السيليكا SI4 SI، كلهم سيليكات، يعني فيهم سيليكون أكسجين سيليكون أكسجين سيليكون أكسجين، بس في كلهم عليهم تشارج. اوكي، الان هاي التشارج بدها تشبك السيليكا او السيليكيت مع ماده زي مثلا المغنيسيوم. هلا اذا السيليكيت هاي شبكت مع مغنيسيوم، المغنيسيوم عليه 2 بوزيتيف، اثنين منهم بصير 4 بوزيتيف، 4 بوزيتيف مع 4 نيجاتيف صار نيوترال، فاذا هاي الماده نيوترال اللي هو المغنيسيوم سيليكيت. بيجي كمان شكل اخر اللي بيكون SI2O7 عليه 6 نيجاتيف، مثلا بيشبك مع مركب من هذا الشكل، هاي كمان 6 نيجاتيف ثاني SI3O9. حكيت لكم انه في حوالي 5 اشكال للسيليكيتس. في من الاشكال تاعت السيليكيتس المشهوره وات وي كول لايرد سيليكيتس او شيت سيليكيتس، هي مشهوره باسم الشيت سيليكيت، تعمل السيليكيت زي شيت. اوكي، بكون الصيغة الكيميائية SI2O5 عليها 2 نيجاتيف. اوكي، هذول 2 نيجاتيف، لاحظوا السيليكيت كسيليكيت الشكل تاعها لها تتراهيدرون ستراكشر، هذا هي هاي السيليكيت ستراكشر. وبكون هذا عبارة عن اكسجين عليه نيجاتيف، وهذا عليه نيجاتيف، وهذا عليه نيجاتيف، وهذا عليه نيجاتيف. هلا اذا هذا التتراهيدرون شبكة تتراهيدرون ثاني، خلينا ارسمه على جنب هون، هاي واحد. اوكي، هاي الاكسجين اللي على الزوايا تاعت التتراهيدرون، والسيليكا بديش ارسمه لان بعقد الصوره، جاي في وسط التتراهيدرون سايتس. الان عليه نيجاتيف نيجاتيف، وهذا عليه نيجاتيف، وهذا عليه نيجاتيف، طبعا ما بيجي لحال، لازم يكون شابك بشيء. هلا قبل ما يشبك مثلا ممكن يكون شابك مع شبكه من التتراهيدرونز، هذا الاكسجين عليه نيجاتيف، هذا الاكسجين عليه نيجاتيف، هذا الاكسجين عليه نيجاتيف، هذا الاكسجين الان شابك بين الاثنين، الان فيش عليه نيجاتيف، راحت هاي. طبعا هذا النيجاتيف الان برضه بده يشبك مع واحد ثالث، اوكي ان سو فور، ابو خربت الرسمي. اوكي، فالان لاحظوا هاي بسموها تشين ستراكشر. هلا الشيت لما يجي هذا الاكسجين الخلفي وهذا الاكسجين الخلفي يكونوا جزء من تتراهيدرون، جزء من تتراهيدرون، هذا بصير عندي what we call sheet structure. طيب هاي layer أو sheet structures، هاي tetrahedrons بكون عليها negative charge، وبالتالي بدها تشبك مع 2 positive، بيجيها مثلا مادة زي الألومنيوم هيدروكسايد عليه 2 positive، وبالتالي بصير عندي هاي الشيت اللي هي عليها اللي هي الـ positively charged، هاي اللي هي negatively charged، فبيشبكوا ببعض فبطلع عندي اللي هو what we call الكاولينايت. اوكي، هاي ماده الكاولينايت موجود، كاولينايت كلي، الدكتور عند الحراش عندنا بيشتغل فيها وطلع الومنيوم منها، يعني استخلص الالومنيوم من الكاولينايت الاردني. اوكي، متوفر عندنا في الاردن هاي الماده. بنكمل في اللاير شيت سيليكيتس، كان تشينج
الكاونتر ايونز. This man changes the layer spacing، لأن مقاسات الأيونات بتكون مختلفة. The layers also allow absorption of water، لأنه بتصير في عندك شوية فراغات ممكن الماء يدحش حاله فيها. الكربون من برضو يعتبر من مواد السيراميكس. الكربون له عدة أشكال، أنتم بتعرفوا منهم اثنين. بتعرفوا الكربون بلاك اللي هو زي يعني كربون بلاك، له أكثر من شكلين بس المشهورين عندكم أنتم بتعرفوا الجرافايت وبتعرفوا الدايموند، وفرق كبير بالمواصفات بينهم، بس الاثنين كربون وكربون. شو الفرق بينهم؟ الكريستال ستراكشر. هلا في شيء اسمه كربون بلاك، هذا بيجي أمورفس، سيرفيس أريا أعلى من 1000 متر مربع بير جرام، وبالتالي يستخدم كأدزوربانت ماتيريال. دايموند، هاي شكل الدايموند. الجرافيت بعد شوي صغير نشوفه على الصفحة اللي وراها. الدايموند له عدة أشكال، عفوا بيجي الشكل تاعه هيك، هذا هو الدايموند. بس صناعيا ممكن يجيني دايموند بحجم كبير، حجم كبير بيستخدموه في المجوهرات يعني في الزينة. السمول دايموندز قيمة صناعية أو تجارية، كونه صغير في الحجم يعني قيمته بتكون أقل بكثير جدا من اللارج. often man made، بني آدم بيصنعه. used for cutting tools and polishing. وفي شيء اسمه دايموند فيلمز، these are hard surface coat، بيستخدموها في التولز والميديكال ديفايسز and so forth. لما نحكي تولز زي أشياء مكاين القطع والقص، هاي لازم تكون hard very hard material. ونحن نعرف إن الدايموند is the hardest material نتعامل معه في الصناعة، وبالتالي نستخدمه في القطن، بس مش هنجيب جولري عشان نستخدمه في القص خراب به، فمنجيب إشي مصنع تصنيع. الجرافايت هذا الشكل بتاعه مسدسات بس مش على نفس المستوى، يعني هاي لير مسدسات هاي لير مسدسات، بس لاحظوا it is slightly off، هاي اللي تحت زي اللي فوق. These are layered structure aromatic layers. aromatic يعني زي الرينج تاع البنزين، بس كله كربون في كربون، شابك بكربون بكربون، ما في عليه هيدروجين. وهذا الشكل هو اللي بيخلي ليش الجرافايت بالسوليد ستيت بيستخدموه كلوبريكنت، لانه هاي اللايرز بتصير سلايدنج وذ ريسبكت تو ايتش اذرز، والسلايدنج هذا اللي بيعطي الامكانيه انه الجرافايت انه يستخدموه كلوبريكيتنج سوليد ماتيريال. الآن أشكال جديدة للكربون اكتشفت من حوالي 30 سنة وجاء. اللي هي بسموها الفولارينز أو الكربون نانو تيوبز، النانو ماتيريالز اللي هي مبنية على أساس الكربون. الآن لاحظوا كلمة نانو ماتيريال، الآن أنتم سمعتوا في النانو ماتيريالز، بس مش كل نانو ماتيريال كربون. من المواد المشهورة بالنانو ماتيريالز اللي هي بتكون من الكربون، لها شكلين، ممكن تكون شكل هذا الشكل اللي هو زي كرة القدم، وفي بتيجي التيوبات بتكون هاي فاضي من جوا، وهذا احنا شايفينه عبارة عن الغشاء اللي مغطي الفراغ الداخلي. هاي مواد جديدة تعتبر من حوالي 30 سنة جاي، ولسه الشغل فيها مستمر، الشغل يعني الريسيرش. نيجي لموضوع الديفكتس ان سيراميك ستراكشرز. هذه الديفكتس احنا شفناها سابقا، كان عندنا الفرينكل ديفكتس اللي هو كاتايون اوت اوف بليس، هذا مثلا الفرينكل ديفكتس، المفروض هذا الكاتايون اللي هون المفروض موجود هون، بس طار من هون عمل فيكنسي وانتقل للمكان الثاني. هون في اللي هو الشاتكي ديفكت. الشاتكي ديفكت اللي هو بيكون عندي كاتايون انايون بيرز ذات ار ميسنج، طبعا بيجي محلهم فيكنسيز. هلا الايكوليبريم كونسنتريشن اوف ديفكت لها معادله لحسابها، بدك الانرجي تاعت الديفكت فورميشن والبلانكس هذا كونستانت والتمبرتشر ات ويتش ذس سيستم اكزيست. الان الامبيوريتيز في السيراميك ماتيريالز بدنا نكون واحد، هل ممكن يكون في امبيوريتيز؟ نعم. Impurities must also satisfy the charge balance اللي هو الالكترو نيوتراليتي في السيستم. مثلا خلينا نقول انه هذا هو مادة الصوديوم كلورايد،
هذا صوديوم كلورايد. اوكي نعم. اذا اجى الازرق هو الصوديوم، اذا اجى محل هذا الصوديوم، خلينا عشان بس يكون نفس الرسم، محل الصوديوم هذا طار واجى مكانه كالسيوم ايون. من حيث المقاس بزبط، من حيث المقاس بزبط. ما هو المقاس للسايز لازم يكون بزبط، بزبط. فاجى الكالسيوم مكانه، بس الكالسيوم احنا بنعرف انه عليه 2 بوزيتيف. احنا طار عندنا صوديوم، طار واحد بوزيتيف، اجى 2 بوزيتيف، اذا صار السيستم مش نيوترال. عشان يزبط هذا الحكي، هذا الصوديوم اللي كان هون بده يختفي، بده يصير في فيكنسي مكانه. اوكي، فالريزلتنج جيومتري يكون بالشكل هذا. وكيف صار هذا الحكي؟ اثناء عمليه التصنيع. ممكن يجي كمان what we call substitutional، اللي فوق كان substitutional cation impurity، الكالسيوم كان هو الامبيوريتي. ممكن يجيني anion impurity، مثلا يجي مثلا الاكسجين محل الكلور، هذا عبارة عن كلور واي الصوديوم. قبل شوي صغيرة بدلنا الصوديوم كالسيوم، هون بدنا نحط بدل الكلور اللي هو عليه نيجاتيف يجي اكسجين مكانه، بس الاكسجين عليه 2 نيجاتيف، الكلور عليه 1 نيجاتيف. فاذا اجى الاكسجين حل محل الكلور، يعني محل هذا الكلور، لازم الكلور يختفي عشان نحافظ على الالكترو نيوتراليتي اوف ذا ماتيريال. الفيز دايجرامز بالنسبه للسيراميكس زي الفيز دايجرامز اللي احنا درسناها سابقا، ولا في اي اختلاف. اللهم بتلاقوا شكل الكيرفات بيختلف شوي صغيره، بس نفس اللي تحدثنا فيه او عنه في اثناء الحديث عن الفيز دايجرامز شابتر 9 بينطبق على السيراميكس. مثلا انت كون الليكويد سيراميك، هذا عباره عن سيراميك بين، هذه خليط من ام جي او والومنا او الومنيوم اوكسايد اللي هو نفس الالومنا. اوكي هذا مركب وهذا مركب، هذا فيز دايجرام بيعطيني هاي مثلا 20% الومنا معناها 80% ام جي او خليط من الاثنين. لان اذا كان عندي ليكويد مصهور من هذا الخليط وبلشت ابرده، اوكي نفس الكلام اللي احنا زمان كنا نتحدث عنه، بردنا بدخل بالتو فيز ريجن. شو التو فيزز اللي عندي هون؟ حيكون عندي ليكويد لانه عندي على اليمين ليكويد، وحيكون عندي ام جي او سوليد اللي هو هاي الام جي او سوليد في الزون هذا. وبامكانك ترسم تاي لاين وتطلع الكومبوزيشن والماس فراكشنز اند سو فورث، زي ما وفيها يوتكتيك بوينتس وبيريتكتيك بوينتس اند سو فورث. الميجرنج اوف موضوع الميكانيكال بروبرتيز، الان الحديث عن الميكانيكال بروبرتيز يعني بديش افوت فيها كثير. اهم خاصيه في الميكانيكال بروبرتيز للسيراميك ماتيريال شغله بنسميها فليكشرال سترينث. احنا بنعرف انه السيراميكس ار نون داكتايل وبالتالي بيكسر، اوكي شد وبيكسر، يعني يعتبر ستيف ماتيريالز. هذا فعاده ما بنفحصها فحص التنشن، وانما بنفحص فحص بندنج تيست بسموه، ذا ثري بوينت بندنج تست. هون بيكون عندي سبورت هياته، هون عندي سبورت، وعندي من فوق فورس بالنص، وبصير يميل معنا وتاخذ قياسات، وبناء على القياسات هاي بنطلع وات بيكون ذا فليكشرال سترينث. بديش افصل فيها كثير. سمري للموضوع سو فار حتى الان، سيراميك ماتيريالز هاف كوفالنت اند ايونيك بوندينج، معظمه ايونيك او اكثر نسبه بيكون ايونيك. ستراكشرز ار بيست اون تشارج نيوتراليتي، maximizing number of nearest neighbors بدهم يكونوا oppositely charged. The structures may be predicted based on ratio of the cation and anion radii. Defects must preserve charge neutrality. Have a concentration that varies exponentially with respect to temperature. Room temperature mechanical response is elastic, but fracture is brittle with negligible deformation. Elevated temperature creep ما حكيناش عن الكريب بالتالي forget about this point. الآن هيك بنكون انهينا هذا chapter 12. هاي بدي اوقف عندها الصفحة شوية عشان بس تلحقوا تاخذوا سكرين شوت لما تكونوا عم تحضروا الفيديو. هاي المسائل ححطها على الاي ليرنينج لكم، لكن do not submit، اصلا ما في وقت to submit. These are يعني selected problems so that you can exercise يعني exercise on this chapter.
باقي علينا تشابتر واحد اللي هو تشابتر 13، بنزل فيديو آخر له، ونراكم في الفيديو اللي بعدها. السلام عليكم.